السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد وصفة جديدة من وصفات أم أمين للإبداع. اليوم غنحضر معكم خبزة معمرة كتجي لذيذة شهية بحشوة جد رائعة كتستحق التجربة. كتجيب عجينة خفيفة قطنية غادي تعجبكم كتير، ممكن تحضروها كوجبة للعشاء تعجبكم أو تعجب أوليداتكم. بقاو معايا ما تمشيو فين، إليكم المقادير بإذن الله. بإذن الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا دقيق فينو، عندنا دقيق أبيض، الكمية كتبقى على حسب الخبزة اللي غادي تعمرو، سواء غادي بغيتو زوج أو وحدة، تقريبا زلافة زلافة، أنا درت أكثر. غتحتاجو الخبز، غتحتاجو بودرة الحليب، ملعقة صغيرة سنيدة وسكر حبيبات، عندنا الملح، خميرة الفورية، غنحتاجو أصفر بيضة مع شوية الحليب لدهن الخبزة. التزيين كتبقى زيتون مقطع أخضر، جبن محكوك، ممكن نديرو إضافات أخرى بالنسبة للتزيين النهائي. الحشوة غد تبقى الكفتة، سواء الدجاج أو اللحم مفروم مع بصل مع القصور المعدنوس، توابل ملح كركم زنجبيل إبزار، طبيعة الحال زيت الزيتون فاش غطيب هاد العناصر. نمرو طريقة تحضير العجين بإذن الله. تذكير عندنا الدقيق فين، هو الدقيق الأبيض، عندنا حليب مجفف، عندنا رأس ملعقة من سكر حبيبات، ملح والخميرة الفورية، نضيف هاد العناصر. أبيض بيضة، وطبيعة الحال الماء دافئ ما ذكرتوش، لكن هو ضروري باش غادي نجمعو العجين. غنخلطو العجين، تكون عجينة رخوة، وكنخليوها ترتاح حتى تختمر ضاعف الحجم ديالها، وتخرجو من الهواء، خليوها تختمر مرة أخرى. البيض الصباح الصالحة، من بعد غادي عندنا نشكلوها على شكل خبيزات. دائما طريقة العجن عند أم أمين طريقة سهلة جدا، أنا ما كندلكش غير كنجمع وكنخليها تختمر، هي كتدلك راسها براسها. السر كان غير في انكم في الاول كتخليو العجين مرخوفه، هذا هو السر. انتم خصو العجين تكون على بحال هذا الشكل، عجين رخوه متماسكة. يعني غادي نكمل العجين، غادي نوضع قليل من زيت الزيتون باش ما تلتصقش عندي العجين. وغادي نخليها نغطي لها ونخليها ترتاح حتى يتضاعف الحجم ديالها. ها هي العجين من بعد ما اختمرات وضعف الحجم ديالها، غادي نخرجو من الهواء.
نقسمها على زوج خبيزات. نضرب شوية دقيق كبيرة أخرى حتى هي نجمعوها. ونوضعها في طاوة الفرن ونوضع الحشوة. وغادي نكرس أخرى نضع شوية الماء هنا باش كتلصق تلصق ليا العجين الأخرى ونوضعها فوق منها على هاد الشكل. من بعد ما اختاملت الخبزه غندهنا باصفر البيض مخلط مع الحليب وغنزينها بانصاف الزيتون.
التزيين كيبقى اختياري بحبة انصاف الزيتون اخضر او زنجلان او البافون، كيبقى على حسب الاذواق واختياركم. كنضغط عليها بالاصابع وغادي نزينها بالجبن محكوك لانه كيعطي واحد التعليكة وكيزيدها واحد البنة. وندخلوها الفرن. طيب المنظر ديالو من بعد ما قطعت منه طرف، المنظر كيشهي، يحفزكم انكم تجربوه. الخبز راه ما دلكتو ما والو، دائما الطريقه ديال ام امين، غير كنجمعو وكان خليه كيرتاح، هو كيدلك راسو براسو. شوفوا معايا كيف جا من الداخل، حشوه لذيذه، غير جربوا هذا الخبز معمر، كيجي لذيذ صحي وغادي يعجبكم ويعجب وليداتكم وبصحتكم. هاي الخبيزة من بعد ما طابت كيف ما شفتوا منظرها كيشهي، هذاك انصاص الزيتون والفروماج اللي حشيته في وسط الخبز على هذا الشكل، ومن بعد ما طابت درت عليها فروماج. ممكن تقطعوها حصص فرديه تصاحبوها بالشاي ماري بالاصيل وبصحتكم. نتمنى خبز معمر اللي حضرت معكم اليوم يعجبكم وينال استحسانكم. ما تبخلوش عليا باشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسوا دائما كما عودتكم ام امين للابداع، صلاة على النبي.